اسناد اللي عطى التمرير اللي دقيقه وارتقاء جيد للراس الحربه اللي كان متحرك بشكل كبير. شفنا لاعبين وسط الميدان اللي هما قويين في استرجاع الكرات، لان الفريق الوطني المغربي في هذه 45 دقيقه كان جد قوي وكان وفرض الوجود ديالو. شفناه كيبني الهجمات ديالو من الخلف باريحيه. فريق الليبيري لقى مشاكل كبيره باش يخرج الكرات ويبني الكرات ديالو الهجمات ديالو من الخلف. شفنا فريق وطني كي بروح قتاليه كبيره وبلعب جماعي. شفنا فريق وطني كي يقوم بالدور ديال الضغط العالي باش ما يخليش يربك الفريق الخصم. شفنا واحد اللوحات اللي هما جميله جدا، شفنا تناغم وسط الميدان، توافق ما بين اللاعبين، خط الدفاع شفناه قوي. تجانس بين الخطوط الثلاثه للمنتخب المغربي، الخطوط كانت دائما متجانسه، شفنا في هذا وعطتنا صوره على اساس ان اللاعب اللي كيمارس داخل الدوري المغربي ربما هادو لاعبين اللي الاقل الاعمار ديالهم قل 23 سنه، اكيد هذا يكون ربح كبير، ربح كبير للدوري المغربي. وحتى اللاعبين اللي عطاو شحنه كبيره، لاعبين اللي هما ثلاثه اللي هما الكرتي والهجوج، اللي عطاو اللي بالتجربه ديالهم مع الفريق الوداد المغربي في الاقصائيات وعصبه الابطال الافريقيه، هو اللي عطى هذيك الشحنه لهذا الخط الامامي باش كان جد. وكذلك اللاعب تيسو دالي اللي دخل يعني مباشره في المنظومه، وكان هذا اللاعب يعرف تمام المعرفه اللاعبين اللي كيتواجدوا معاه لا في وسط الميدان ولا في الهجوم. وهذا ما قلنا قبل بدايه البلاطو عماد، قلنا على ان اللاعب عندما تتاح له الفرصه يجب ان يعني يستغل كل الان. تيسو دالي بكل صراحه على المستوى، انا اعجبني كثيرا كل من صبواني بولهرود على المستوى التكتيكي، لاعبين يعني كيعطيك حلول كثيره، اللاعب الذي يعطيك حلول على المستوى التكتيكي، يتحرك بشكل جيد، يعطيك عندما تكون تحامل الكره يعطيك هو حلول كثيره. فكان اعتقد على ان اللاعب تيسو دالي يتوفر على جميع الشروط لكي يكون ينضم الى المنتخب المغربي، لان عنده تحركات جميله، يتحرك بالرجل اليمنى واليسرى، يعني يستفز الخصم بشكل جيد، يرفع الكره، ولاعب يعني على المستوى الفردي جيد وعلى المستوى الجماعي جيد. فكان اعتقد على ان كما قلت عماد، لا اللاعبين اللي اختارهم المدرب جمال السلامي بسرعه وجدوا التوليفه وكانهم يلعبون منذ فتره، لان حسين على ان هناك اوتوماتيزمات، لان اهم نقطه لم تسجل الاهداف عن طريق كره ثابته وانما عن كرات ملعوبه، وهو هذا الشيء يبشر يعطيك يعني، لان المنتخب المغربي المدرب لا يتوفر على الوقت وانما يتوفر على لاعبين، لكن لا يتوفر على وقت لانسجام اللاعبين. يعني اللاعبين اللي كيخليو المدرب ينجح في المهمه ديالو، لان في المنتخب المغربي لا يجب علينا ان نتكلم على الفرديات على ازارو او الهجوم، يجب ان تكون على المجموعه المنظومه، يجب ان نتكلم عن المجموعه كيف تتحرك. والان المجموعه خلال الجوله الاولى، اكيد اننا لا نحكم، لا يمكن ان نحكم حكما جازما على هذا الفريق، حتى الفريق المنتخب الليبيري شيئا ما اظهر على المستوى التكتيكي والبدني، فاظهر مستوى شيئا ما جد متوسط، ولكن كيف ما الفريق الوطني كيف ما كان الحال فهناك يعني توليفه، ربما ما يعاب على المنتخب. قبل ان يضيف اشرف بن شرقي من ضربه جزاء الهدف الرابع، اعتقد على ان صحيح الهاتريك للاعب واعد، لاعب من اكتشاف السلامي لما كان يلعب مع يدرب الدفاع الحسني الجديد، اعتقد على انه لاعب قناص عنده يعني حس تهديفي جميل وقوة تواجده في مربع العمليات والتواجد في الوقت والزمن المناسبين. ثلاث أهداف وقدم أوراق اعتماده بشكل واضح، كذلك كل من الهجهوج القرتي، صراحة لاعبين بانون بدر بانون، وكذلك لاعب شيبي، ولا انا اعتقد على اللاعبين المحليين، نتكلم على اللاعبين المحليين، قدموا اوراق اعتماد لان تغير المنظور بشكل كبير في الجولة الثانية. اعتقد على ان الجولة الأولى قدموا مستوى كبير اللاعبين، عندما غير السلامي العديد من اللاعبين كان هناك شيئا ما تراخي، كان هناك العديد من الهفوات من اللاعبين، كان بإمكان المنتخب الليبيري انه يسجل علينا هدف وهدف ثاني، لكن كان هناك استفاقة. كذلك عند دخول لاعب الاوك اللي اعطى عمق هجوم جيد، خلق مجموعة من الفرص، أعطى حلول كثيرة للاعبين، وأعتقد على أن هناك لاعبين قدموا أوراق اعتماد وربحوا العديد من النقاط من طرف المدرب جمال السلمي، وهناك لاعبين يعني
للاسف كنا نتمنى مثل اللاعب مستور انه يقدم مستوى كبير، لكن للاسف هذا اللاعب لم يقدم اشياء كثيره في الجوله الثانيه. نظرا للمهارات التي يمتاز هذا اللاعب، والاكيد انه قلنا انه يكون ربح كبير للكره المغربيه، لكن نقدروا للاسف ما حظوظ اخرى للاعب. اكيد اكيد لاعب يتوفر على امكانيات كبيره وهائله صراحه، ولكن كما قلنا على ان المنتخب المغربي ما يعطيكش فرص كثيره. المباريات مع المنتخب ليست كالانديه، المباريات المنتخب يجب يعني ان الفرصه تستغلها بشكل كبير، وهذا اللي شاهدناه في الثلاثي لا وليد كرتي جوج وازارو، كذلك ازارو وكذلك تيسودالي خلف المنظومه مع لاعبي الدوري الوطني. نور الدين، كيف ذكرنا انه بعض اللاعبين قدموا اوراق اعتمادهم لجمال السلامي، يعني ابلوا البلاء الحسن واعطوا العطاء اللي مراد منهم. وليد الكرتي، رضا الهجوج، تيسودالي، وليد ازارو، يعني الهداف القناص اللي كان هو ربما الشيبي والشيخي كذلك ونجم للمباراة، وربما لاعبين الدوري الوطني أبانوا عن عطاء جيد، ربما محوا الصورة التي خلانا المنتخب المحلي في نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين. أكيد أكيد، إحنا نقارن لا نقارن الفريق الوطني المغربي المحلي بلي هو عنده سن كبير جدا وكيلعب مع الكبار، وفريق الله كيتكون عنده امكانيات محدوده ولكن طموح كبير، لاعبين شباب اللي برهنوا على الكفاءه ديالهم والقوه ديالهم والقوه الذهنيه ولا البدنيه اللي تماشى مع الفكر ديال المدرب سي سلامي. ولكن من بين هاد اللاعبين ربما هنا نقطه اللي كتربط بين هذا المنتخب المحلي اللي كان في نهائيات كاس امم افريقيا المحليه، هناك بعض اللاعبين اللي خاضوا مع محمد فاخر. ما كاينش مقارنه، لا هناك مقارنه، هناك بعض اللاعبين اللي خاضوا مع محمد فاخر الاقصائيات للتاهل الى كاس امم افريقيا، منهم وليد الكرتي، رضا الهجوج، لكن لا مجال مقارنه ما بين اللاعبين اللي هما متمرسين ولعبوا بشكل كبير في الدوريات، وصلوا للفريق، وصلوا لكاس افريقيا المحلي وهما منهكين، وهادو اللي لاعبين اللي هما 23 سنه. ما فهمتيش، لا فهمتك، تقول لك ان هناك بعض